أصدقائي، كما تشوفوا سيول خاص في أكادير، اللهم بارك. أوه هذا هو الفيضان، الله أتيتيس أش بغيتو أتيتيس أنت تطيح عندك إلا طحت غادي يصورها فيزا في داكشي اللي بغا. كما كتشوفوا معنا خوتي فيضان قبل قليل، اللهم بارك. ادوات نتمنى الاعجاب ديالكم ونتمنى الاشتراك في القناه. اذا اخوتي داس الفيضان صافي، الواد ولا كينقص كما كتشوفوه كيدن البحر. ايوا داس الواد، نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى الاشتراك في القناه والمزيد ديال الفيديوهات على اوديه. اصدقائي كما كتشوفوا لاكوت فيضان في لاكوت، اللهم بارك. شوف نتمنى الاعجاب ديالكم والاشتراك في القناه فيضان في لاكوت. اليوم الحد 26 فبراير، نتمنى الاشتراك في القناة. أصدقائي كما تشوفوا معنا واد خاص بأكادير، اللهم بارك. أجواء ممطرة قبل قليل الوصول هذا الواد حاليا خاص بأكادير، نتمنى الاشتراك في القناة. أصدقائي كما تشوفوا معنا جينا باش نصور لكم فيضان خاص في أكادير قبل قليل وصول هذا الواد حاليا كما تشوفوا منظر خيالي. نتمنى الإعجاب ديالكم ونتمنى الاشتراك في القناة. كما قلنا خوتي جينا باش نصور لكم هذا الواد حاليا داز لكن قص، ولكن ملي غادي تكون العاصفه رعديه غادي يرجع من جديد. هذه هي الاماكن ديالو من هنا ومن هنا ومن هنا، هذيك البلاصه حتى هي البلاصه ديالو. اذا الواد حاليا كيتنقص، ملي غادي تكون الشتاء غادي يرجع من جديد وهذا الفيضان كيدي للبحر. اذا نتمنى الاشتراك في القناه ديالي سيول خاص في المغرب خصوصا في اكادير كما كتشوفوا، اللهم بارك. واد ايوا الاشتراك في القناه.